ينفجروا بعد. وبعدين معاك شعب يا عم لين وزي الفل وعايزين نعيش. بالمناسبه دي دكتوره لازم اسكندريه كانت المحافظه الوحيده على مستوى الجمهوريه اللي اتحرق فيها بيت المحافظ ومديريه الامن يعني تباعوا بدل من الشارع وطلعوا. بالمناسبه ان الناس غضبانه منه على فكره هو جه محافظ بعد كده وراح قينا تاني. ما انا عارف لا يعني وهو ايه انا عايز اقول ايه برضو لا كان في يعني مشاكل كتيره جدا في اسكندريه محافظ. يعني طب بس انت انا في مشاكل كتيره في اسكندريه بس مشكله البيوت اللي بتقع اهم طبعا. النهارده في عماره النهارده ده لسه النهارده في حرم بيه انت لسه شفت حاجه يا بيه ربنا يعدي الشتاء الجاي على في عماره وقعت في شبرا ربنا يعدي الشتويه اللي جايه دي على خير في اسكندريه. انا بقولها لك اهو يا مدام هاله في القناه اهو وتبقي قابليني بقى في شهر واحد ولا شهر اتنين. ازاي لا في بيوت اتبنت في 3 ايام واسكندريه ديت ساعات بتجي لها نوه مطره بتوقع بيوت قديمه من البيوت العافيه فما بالك بقى في بالبيوت اللي مبنيه في 6 ايام و13 دور و14 دور والبيت يقع على بيت ده في نص البيوت متشرخه اللي مبنيه في اللي اتبنت ايام الانفلات الامني مخالفه كلها بيوت مخالفه ان هذه التعديلات غير البيوت القديمه. فين بقى القانون بقى فين سياده القانون؟ انا بقول لك عشان كده بقول ايه احنا قدامنا تحديات كتيره قوي يا جماعه وقدامنا سايبينها ونقعد نتكلم فن ايه محدش هيقدر يحارب الفن بدايه لان زي ما قال الاستاذ محمد الفن ده له 30 مليون طريقه يتلون بيها من اول المايم انه يطلع مايم لغايه المسرح الرمزي والمسرح اللي فيه اسقاط. طب ما انا ممكن اطلع لك ديكتاتور بيعيش معانا دلوقتي بس اعمله على انه الحجاج ابن يوسف الثقافي بس وانت بتسمع مونولوج الحجاج يليق على سي فلان الفلاني. طب ما ده حصل ايوه طول الوقت حصل بشيء من الخوف مش كده ثروت اباظه يعني طول الوقت بالعكس ده الفن الرمزي بيبقى يعني يا راجل جيمس كاميرون لما عمل افاتار ما افاتار ده رمزي يعني هو اسمه الرمزيه الافاتار دي يعني الرمزيه. الفيلم ده جيمس كاميرون بيقول فيه ان امريكا دوله حراميه بتروح تسرق كل دوله طالعه في المقدر جديد وتدوس مقدساتهم وفي الاخر بيتهزموا منهم. حصل ده في فيتنام وحصل ده حصل ده في العراق وحصل ده في افغانستان وحصل ده انت طيب. فاهمني فعمل بعد للفيلم وتتفرج على الفيلم يعني تنبسط جدا من ان اللي عارف لو اتقال مباشر ما يبقاش بالعكس ده اعظم حاجه في الفن انه يبقى غير مباشر. فعشان كده الفن ده عامل زي الكوره كل ما تضربه لتحت يعني كل ما يصعد لفوق اكتر. فيعمل اللي يعني عايز اقول ايه طيب. الانسان اتخلق بالقصه ربنا اوجده في هذه الحياه بقصه كان في ادم وكان في حواء وانا خلقته وعلمته الاسماء وجربته وقلت له اقعد في الجنه ومن كل شجر الجنه تاكل الا الشجره ديت اول ما مد ايده عليها بين سقطه هو ومراته فقال له خد التجربه دي بقى وانزل بيها الارض وعلم بيها خلق للتجربه. القران نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. يعني اذا الانسان يعني طبيعه الانسان ما يقدرش يستغنى عن الفن ده الفن ده هديه ربنا للانسان. قول لي لو ربنا مش عايز الغنى كان خلى العصافير ليه تغني؟ ده انت لما بتيجي تقول لبلبل يعني عايز تقول لمطرب انت حلو تقول له كروان الشرق العندليب الاسمر او بلبل او بلبل المنطقه يعني او يعني بتجيب يعني اصوات ربانيه بموسيقى ربانيه وتشبه البني ادم بيه لانه ده الماستر الاساس الكروان هو الاساس البلبل هو الاساس العندليب هو الاساس. فعايز اقول ايه ما حد الفن ده ما يقدرش حد يحاربه لان كل ما تحاربه كل ما بيبقى جوه الانسانيه اشتياق له اكتر لانه هو بيعبر عنها الوحيد اللي بيعبر عنه الوحيد اللي شايفه بيتكلم في حقه وبيعبر عن مشاكله وعن اماله وعن احلامه. عايزين بقى تكبتوا الحكايه مش كل ما تتكبت كل ما المساله هتفضل عايزين تتناقشوا تعالوا تناقشوا عايزين تتناظروا تعالوا تناظروا ولو ان احنا ما بنحبش نضيع وقتنا في الكلام ده انما الناس خلاص داخله فعلا على مرحله ابتدت تفرق ما بين ايه الديني وايه اللي بقى وجهه نظر. يعني مش كل راجل دين هيطلع يقول لي كلمه هصدق كنت الاول اصدق ان ده يمكن حديث يمكن ايه لا الناس بتسال بقى دلوقتي والناس بتبحث بقى دلوقتي والمعلومه بقى يخش جوجل كده يروح كاتب الكلمه هيجيب له 30 كتاب يقرا فيها ويعرف الفرق من الحاجات دي ويعرف الفلسفه ده ايه وكلام ده ايه ونصوص ده. لكن الثقافه السمعيه اللي هنفضل فيها ديت خلاص بتختفي شويه بشويه لان الناس خلاص يعني ايه تحرمها من فن يعني ايه تحرمها من غنى يعني ده الرسول عليه الصلاه والسلام لما استقبلوه في المدينه استقبلوه بالغنى يعني انا يعني انا دلوقتي وبعدين جاي تقول للمصريين اللي هم موحدين من 7000 سنه وعارفين الاديان دي الاديان كلها
يعني. طب والاعلام نفس الشيء، بدايات الاديان نزلت هنا. الاعلام نفس الشيء. الاعلام طبعا ما انا بقول لك، بس الاعلام دوره تاني. الاعلام دوره مباشر وواضح غير الفن. يعني الفن دايما يقول لك النصيحه بطريقه غير مباشره، لان هي افضل الرذائل هي النصيحه. لكن الاعلامي لا، لازم اواجه، لازم ابقى مباشر. انت بتعمل ايه في الحته الفلانيه؟ انت قلت في ايه هتعمل كذا لما توجد، ما عملتش ليه بعد كده؟ انت هو ده وظيفه الاعلام، يكشف مواطن الخلل فين ويبحث عنها ويروح يصورها ويجيبها. انما ما نوصلهاش لمرحله ان احنا عايزين ننقد وخلاص، او ان احنا كل حاجه بتتعمل مش عاجبانا، او احنا النهارده بقينا معارضه فنروح مضايقين الموالاه، تيجي الموالاه تبقى معارضه، المعارضه تروح عادله زي ما بيحصل في لبنان. ما انت بقالك 7 سنين في لبنان ما انتش عارف تعمل حكومه. الموالاه يبقى معارضه عنده المعارضه، المعارضه تبقى موالاه عنده. طب احنا هنفضل كده؟ طيب ولذلك احنا كل بقى دي اخر جمله يعني اقول مثلا ايه في موضوع زي موضوع السفاره ده، ماذا لو كان حدث وشفيق هو اللي موجود؟ كنا هنشوف رد الفعل ازاي؟ ده كان ممكن يعني شفيق ده يقول له اعتزل دلوقتي. مش كده؟ ايوه يعني احنا بقى واحنا واقفين لبعض على الغلطه. ما احنا مش عايزين. طيب افرض الاخوان دول بقوا معارضه بعد 5 سنين. هيقفوا في وش عايزين بلد محتاجه اعاده صياغه بقى، نقعد نتكلم مع بعضينا ونحب البلد بجد ونتسامى ونترفع عن ميولنا الحزبيه الضيقه ونبص للبلد بجد، والا هنقوم الصبح مش هنلاقي لنفسنا وجود في المنطقه. خلاص يعني أحمد. مش محتاجه كلام احمد، احنا خلصنا من الصبح. لا معلش يا معلش 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 احنا بنتبهدل. معلش احنا بنتقطع. معلش احنا بنتقطع. معلش احنا بنتبهدل بهدله. بنتبهدل بهدله بقى. معلش احنا بنتبهدل. بعد الفاصل نرجع لكم.